ابويا خيا مين؟ مين عم عمال عم بحكي انا؟ اليوتيوب رواه سوري ما قصدي عيط، بعرف دقة الصوت بس لا غيري. اليوم بدنا نحضر عمكم الهشام حداد عامل ستاند اب كوميدي من سنه يمكن، انا مش شايفها هيدي بعد، فهلا حشوفها. بس انا بلش الشباب تذكروا انه بدكم تتذكروا يعني سبسكرايب كومنتس لايكس فولو انستا فولو تيك توك نيكو الارد برو ماشي، ما بدي اتاخر عليكم فيلا نحضر. Shorty throw that thing back in a pair of heels, yeah. She be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil. في الفيسبوك والواتساب والسوشيال ميديا شو بيعملوا بالولاد؟ قد ما دافعين عليهم مصاري بال 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 بالمدارس، بكره بدهم ينتزعوا تطلع عندك هيدي البنت الفيلسوف الثقيله مثلا، بنتك قد ما دافع عليها مصاري بالمدرسه تطلع من هول بيتفلسفوا على على ستيتس بس تشتت الدنيا، ما بتقول مثلا اتس تريننج او عم بتشتت، تطلع بنتك من هول بيقولوا انزل ايها المطر لكي تغسل وساخة البشر. العمى بقلبك. في 100 شغله وشغله شو؟ صراحة بحس ما حاضحك انه انا يمكن من القلال اللي ما بيستهدموا لهشام حداد كثير يعني، عرفتوا كيف؟ بحس الكوميدي تبعته كثير فورس، عرفتوا كيف؟ بس انه هي رأيي يعني، بركي ضحكني هلا ما بعرف. يطلع من هول بنتكم من هول اللي بيسموا حاله على الفيسبوك مثلا صعب الوصول لبنت الاصول. او طموحي دفن جروحي مثلا. فيسبوك هذا كارثه بيخرب بعقل او عندكم هول البنات بحطوا على انستغرام سائلين بحطوا وات دازنت كيل يو ميكس يو سترونجر، بتكوني حاطه اجري على بسين 50 سم تبع الاولاد. شو اللي بده يغرقك ويقتلك يا حبيبتي؟ ما في شيء رح يغرقك ويقتلك. للراديو، الراديو شو بيعمل بالاولاد الراديو اليوم بايامنا اليوم؟ الراديو بينزع السفليتيز طبعا، الموسيقى واسامي كلمات الاغاني بايامنا اليوم كارثه من الكوارث. تكون انت دافع عليه مصاري للولد بالمدرسه، بقوم بيطلع ابنك بحب على الديك. انتم شايفين مثلا على الديك مثلا شو بيعمل، كيف بيغني لغيره؟ اغانيه يمكن في ناس بتحبه، بس شي مره شايفينه كيف بيغني لغيره؟ سامعين شي مره غنيت بتعاتبني على كلمه لجورج وسوف؟ شوفوا جورج وسوف كيف بيغنيها. الواحد ينام عليها هيك جورج وسوف بغنيها، ليكو على الديك بغنيها. بتحسه عم بقدم حلقه كثير لمنيك، بتحسه عم والله بتحسه انه عم بقدم انه عنده شو وهيك، انه يلا ساعدوني عرفتوا كيف؟ ساعدوني ضحكوا العالم معي عرفتوا كيف؟ طري هشام غيث نواب ضحكوا معي سوري هشام والله خيي، بس انه شو بدي اقول لك يعني التفكير بتحاسبني على غلطه يا ويلي يا ويلي لك انت يا ما يا ما غلطت كثير ما ما ايري بدك ضحكني اوكي ضحكني على التيك الوحيد اللي بس يغني بتطلع ريحه من السداه 5 دي بيغني 5 دايمنشنز بيغني الزلمه اسامي كلمات واغاني ومدري شو ليش هيدي شيلو 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 لوزنه 100 كيلو هي شو هيدي شو كان عم بحس الشاعر لما كتبها اصلا تلفزيون لقليل التلفزيون شو بيعمل بالولاد ولا ما حدا عم يضحك ما حدا برو ما حدا عم يضحك خير كله عم يطلع انه شو انه قايري بساعة جبت التيكت بصبري التلفزيون بيعمل عمالي بالولاد قد ما عم تدفع عليهم مصاري بالمدرسة ذوق بالتياب بينزعوا التلفزيون بينزع ذوق بالتياب للولاد تصور عندكم بنت ماستر ذوقها باللبس بليلى عبد اللطيف برو هاي مش ستاند اب كوميدي برو هيدي انه والله عم بقدم حلقة خي مش هو اللي عم بيضحك عم بيستعين بإشي ليضحكوا حلو هيدا الفستان طلعت فيه على التلفزيون شريته من عند اكزوتيكا بس انا صراحه بحبها لليلى عبد اللطيف واصحاب انا وياها عندي اياها على فيسبوك بتعمل لي لايك على صور بعد ما حطيته
حكايه قويه انه تتنبأ المستقبل، فانه صور بعد ما نزلهم، عرفتوا كيف؟ فهمتوا كيف الحركه صارت؟ بيأثر على عوايدهم وعلى السفوار فيفر تبعهم لاولادكم، اذا عندكم ولد عم بتعلموه ما يضحك على صوت عالي او ما يضحك بدون سبب، واجى حدكم بالليل يحضر تلفزيون وحضر بيير رباط. بس للأمانة ابني بحبه لبيير رباط، مفكره شرشبيل. إذا عم تعلموا لابنكم ما يحكي على صوت عالي ويحافظ على طون واطي بصوته وهو عم يحكي، وهربتوه من برامج بالليل حطيتوه حدكم بعد الظهر يحضر تلفزيون، حضر باسكت بول وتعرف على وليد دمياطي. آمين. مشوك مشوك كمان مرة لمشوك. صار معه هداك خيو زمر، شو كان معه شو بيك خيرو؟ اوكي استفرغ. بتعلموا لابنكم السبوار فيفر، اذا في حدا بوجهك اوعى تشنخر او تشنهق يا بابا، حرام احتراما للي بوجهك. قعد حدك بعد الظهر حضر برامج سياسيه على اساس ما فيها شيء وتعرف على الصحافه الفلانه. انا عم بحكي بالسياسي انه هاي اشارات بصلب المفاوضات اللي عم تحصل، هي لها معنى سياسي. كان عم بدخم خاط على الثاني، يعني ما فهمت. التلفزيون في يضرب اللغات، بتفوتوا ابنكم على المدارس ليتعلم لغات، خاصة ليتعلم فرنسي، لأنه بتحضر كل بدي اقول شيء، بس انه انه ما حبيت، ما بعرف، بايخ 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 طري. يعني بحبه لهشام بشغل اللي بيعملها ك ك كشو وهيك، ما بعرف، ما استخدمته انه مش ستاند اب كوميدي. ستاند اب كوميدي بتجي انه انت خي طلع وضحك العالم، مش انه طلع وحضرنا عالم عم تجذبها وعلق عليهم. برو يمكن هاي شغلته هو بالاخر، يمكن هيدا انه هو شغلته اللي بيعملها، انه هو اكثر شخص بيتمنعك على العالم، بس كانه هو يضحك. ما بحس انه عنده اياها القدره صراحه، منه ستاند اب كوميديا منه. مهم خيي، مرسي حضرتوني. اذا بدكم تشوفوا بعد جام حداد، ما بعرف اذا في بعد شيء اثنين بوجه هلا، اذا بدكم تشوفوا بعد منه قولوا لي، واعطوني شو بدكم، اعطوني قولوا لي شو بدكم احضروا هيك. بعد نعم يعني عم باخذ منكم انا، هيدي الحلقه انه جبتها من حدا منكم، يعني حدا قال لي عنه. فا ايه اعملوا لي فولو على انستغرام، سبسكرايب ما تنسوا، حطوا كومنتس، حطوا لايكس، و ايه فيكم اذا بدكم يعني مثلا تحلوا عن